السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حييكم من قناة أبو محمود الصواجي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ورجعنا لكم بعرض خفيف، وربنا يبارك لصاحب النصيب يا رب. النهاردة التاريخ 28/10/2024 الموافق يوم الاثنين. بسم الله ما شاء الله. ايه العرض يا أبو محمود؟ العرض معانا 3 نعجات يا جماعة ما شاء الله. البيضة يا جماعة عشر 3.5 عظم، والسودة اللي هي أم ودان دي عشر 3، واللي فيها جلادة في رقبتها عشر 2.5 شهر يا جماعة، وربنا يبارك لصاحب النصيب. البيضة 6، واللي جنبها اللي هي أم جلادة قافلة على الأول، وأم ودان يا جماعة كسرة 6 سنات. بسم الله ما شاء الله، وربنا يبارك يا رب. حاجة نظيفة بالصلاة على النبي. العنوان محافظة الصهاج مركز المنشاء، رقم التليفون للتواصل 011-51-50-44-80، ده رقم التليفون يا جماعة للتواصل. بسم الله ما شاء الله، زي ما انت شايف حضرتك، حاجة بالصلاة على النبي. البيضة دي يا جماعة ده 10.5 عيلها على ما شاء الله، والسودة اللي هي سودة خالص دي 10.3 نظيف تمام. اللي جلادة في رقبتها أم نص ودن دي 2.5 شهر، يعني 3 إلا. واللي حيجي يستلم، عاوز يستلم على السونار، عاوز يستلم على يده، تحت أمر الجميع صاحبهم اللي بيقول كده يا جماعة. زي ما قلت لحضرتك العنوان محافظ الصهاج مركز المنشأة. طبعا بالنسبة للسن والدرس حاجة نظيفة، التلاتة مفهومش أي حاجة يا جماعة، التلاتة مفهومش أي حاجة. بالنسبة للخراج مفيش أي حاجة، زي ما انت عارف الطرف ما شاء الله والخشانة والجمال كله في الغنم بالصلاة على النبي، وربنا يبارك للبائع والمشتري. طيب السعر ايه يا ابو محمود في الثلاثة دول؟ السعر دول في الثلاثة دول يا جماعة مطلوب 28.500، 28.500 في الثلاثة تمام، يعني الداير 9.5 تقريبا. ايوة 9.5 في الثلاثة ما شاء الله، ربنا يبارك لصاحب النصيب يا رب. زي ما قلت لحضرتك طبعا في الاكل البهام، زي ما انت شايف العشر ان شاء الله رب العالمين مضمون. اللي ما يعرفش يعس على ايده ويجس على ايده ويجيب سونار يا جماعة تمام، ويستلم على كده ما شاء الله، نظيفة بالصلاة على النبي زي ما قال الكتاب يا جماعة. والسعر 28.500 في الثلاثة، في الثلاثة وربنا يبارك. طيب ايه يا ابو محمود بالنسبة للموصلات؟ الموصلات ان شاء الله موجودة يا جماعة، ان شاء الله الموصلات توفرت، وربنا يبارك لصاحب النصيب يا رب. زي ما انت شايف الخشانة والجمال، طبعا 2.5 ودن يا جماعة، 2.5 ودن، واحدة بودن كاملة تمام. البيضة دي 1.5 ودن، والتانة اللي جنبها 1.5 ودن، والصمرة خالص دي بودن كاملة. يعني الثلاث نعجات زي ما انت شايف خليط ما شاء الله بين البرديسي والبلدي والخشانة والجمال كله زي ما انت شايف، وربنا يبارك. والسعر زي ما انا قلت لحضرتك، انا قلتلك يعني على 9.5 داير الثلاثة تمام، يعني بالصلاة على النبي 28.500 وربنا يبارك يا رب. حاجة بالصلاة على النبي وحاجة نظيفة، وعشرها مضمون وسنها نظيف، ولسه ستات ما فهمش غير واحدة قافلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.